يارب، أنيوهاسيو، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا درس مهم جدا، وهو درس التاو سجي أو المسافة ما بين الكلمات. هنعرف النهاردة امتى نسيب مسافة ما بين الكلمات وامتى ما ينفعش نسيب مسافة خالص. خلونا نبتدي على طول. طيب، ايه هي الحالات اللي لازم اسيب فيها مسافة بين الكلمات وانا بكتب بالكوري؟ أول حالة عندي إن يجيلي اسم وبعديه فعل، زي مثلا توسو كوان كادا. توسو كوان يعني مكتبة، وكادا يعني يذهب. اللي عارف شوية في الأدوات والكوري وكده هيعرف إن في العادي لو أنا هقول الجملة دي هقول توسو كوان كادا، يعني يذهب إلى المكتبة. بس إحنا بنتكلم في المبدأ عامة، إن أي اسم بعديه فعل لازم نسيب ما بينهم مسافة. مثلا هنقول جملة إيجات ساسايا، إيجات يعني هذا، ساسايو يعني يشتري، فهسيب مسافة ما بين جات وساسايو، لأن جات اسم وسادا أو ساسايو فعل. طيب، تاني حالة عندي لما يكون عندي اسم وبعديه اسم. لو مثلا عايزة أقول رحلة لكوريا هتبقى هانجوك يو هينج. هانجوك يعني كوريا، ويو هينج يعني سفر أو رحلة، فهتبقى هانجوك يو هينج. هنا لازم أسيب مسافة ما بينهم. طيب، تالت حالة عندي لما يبقى عندي صفة زائد اسم، زي مثلا يابان يودا كياون كانادي، لازم اسيب مسافة ما بين الصفة والاسم. وخليكوا عارفين ان لو في اي اسم في الجملة لازم اسيب قبليه مسافة. يعني لو انا بكتب جملة وظهر اسم في النص، لازم قبل الاسم ده هسيب قبليه مسافة. تمام. طيب، ايه هي حالات الافعال؟ لو جالي فعلين لازم برضو اسيب منهم مسافة، زي مثلا سهارو قطع يعني يذهب ليشتري حاجة، قضى يذهب وسهارو يشتري، سهارو قضى، ساعتها لازم اسيب بينهم مسافة. طيب، في حالة الفعل وبعديه الفعل، زي مثلا بالي قضى او تويوني قضى، اي حال وبعديه فعل لازم اسيب ما بينهم مسافة. طيب، لما اجي كمان اقول الساعة، لو حد سألني على الساعة بقول الاول الساعة مثلا اهو بشي، وبعدين بسيب مسافة، وبعدين سامشي بون. فلو انت بتكتب سيجي والسيجي بتاعك بتكتب فيه الساعة، انا مثلا بصحى الساعة كذا، لو هتقول الساعات والدقايق لازم هسيب ما بينهم مسافة. في كلمات تانية دل على الوقت بسيب منها بسيب بعدها برضو مسافة، زي كلمة ايمي. ايمي يعني بالفعل، فاقول مثلا ايمي كاسويو، ده ماشي خلاص. ايمي يعني بالفعل، كاسويو ذهب، فهسيب ما بين ايمي وكاسويو مسافة. كاكوم كاكوم موغايا، مثلا راميون كاكوم موغايا، احيانا باكل راميون، ما بين كاكوم وموغايا برضو هسيب مسافة. طيب، ما بين اي اسم وكلمة شي، انتوا عارفين شي دي بيحطوها بعد الاسم بمعنى مستر او مسز، سيد او سيدة للاحترام. فمثلا اقول سارة شي، لما اجي اكتبها هسيب ما بينهم مسافة. يونغمين شي، مينو شي، ما بين اي اسم وشي لازم اسيب مسافة. تمام. دي الحالات اللي لازم اسيب مسافة بين الكلمات. طيب، ايه هي الحالات اللي ما بسيبش فيها مسافة؟ اول حالة هي الكلمات الثابتة. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندي منظمة معينة او هيئة معينة بتكتب اسمها، زي مثلا هانجوك كوانغ كوانغ كونغسا. هانجوك يعني كوريا، كوانغ كوانغ سياحة، كونغسا يعني هيئة او منظمة. منظمة السياحة الكورية بتكتب اسمها بالطريقة دي من غير ما تسيب ما بينهم مسافات. فانت لو جاي تذكرها في اي موضوع انت بتكتبه، ما ينفعش انت تسيب ما بينهم مسافة. تمام. طيب، تاني حاجة الادوات. الادوات يعني اللي متابع معايا دروس المستوى المبتدئ، كل الادوات اللي احنا شغالين فيها دلوقتي احنا بنحط الاداة دي بعد كلمة معينة. تقدر تعتبر الاداة والكلمة اللي قبلهم كأنها حاجة واحدة، فما ينفعش ابدا تسيب مسافة ما بين الكلمة وما بين الاداة. فمثلا الادوات عندي زي اي وجا وان ونن وال ورا، اللي هي ادوات الفاعل وادوات المفعول. هقول مثلا اونرن، لازم ان تبقى لازقه في اونر. هقول ابوتزي جا، جا لازم تبقى لازقه في ابوتزي. شيمون الجايا، اداه المفعول اللي هي ال هتبقى لازقه في شينمون اللي هي الاخبار، فهتبقى اونر اونرن ابوتزي ابوتزي جا شيمون الجايا. تمام. يبقى الادوات دي كلها ما ينفعش اسيب مسافه ما بينها وما بين الكلمه اللي قبلها، لازم تيجي لازقه فيها. لو هسيب مسافه هيبقى بعدها، لكن مش قبلها ابدا. طيب، الادوات التانيه اللي احنا برضو خدناها عندنا هنا في القناه، زي وا وكوا واي ورانج وهاجو، كل دي اللي هي معناها وا، برضو ما بسيبش مسافه ما بينها وما بين الكلمه اللي بتيجي قبلها. فمثلا هقول سوبا كوا تا
تعالى نجيب بطيخ وفراولة، فكواه هتيجي لازقة في صباع. هقول كابان يرانج موتا، شنطة وطاقية، فإيرانج هتيجي لازقة في كابان. همبرجر هاجو كولا، يعني همبرجر وكولا، فحطيت هاجو لازقة في همبرجر، ما ينفعش خالص أسيب مسافة ما بينهم، لكن المسافة بتتساب بعدها. تمام. طيب الأدوات برضو خدناها مع بعض، زي أداة الملكية A و A و A صا، فهتبقى ناي جيب. هانجوجي وصايا كوكتان صا ينهر البصايا، كوكتان يعني مسرح. فهنا الأدوات كلها بتيجي لازقة برضو في الكلمة اللي قبلها، والمسافة بتيجي بعدها. المفروض هنا في مسافة، المسافة بتيجي بعدها. يبقى احنا عرفنا الحالات اللي احنا ما ينفعش نسيب بينها مسافة، سواء الكلمات الثابتة او الادوات ما ينفعش تسيب مسافه بينها وبين الكلمه اللي بتيجي قبلها، ولكن المسافه بتتساب بعدها. طيب في بقى مواضع احنا لو طبقنا عليها القواعد اللي احنا خدناها المفروض نسيب فيها مسافه، ولكن احنا مش بنسيب. زي ايه؟ زي مثلا اي جاد، كلمه اي معناها ذس هذا، وجاد معناها شيء، فدي تعتبر اسمين. القاعده بتقول ان الاسمين بسيب ما بينهم مسافه، ولكن اي جاد الكوريين من كتر ما هما بيستخدموها مع بعضها على طول فاعتبروها كأنها كلمة واحدة، فما بقوش يسيبوا ما بينها مسافة، فتبقى إيجا. في كمان يودا تشينجو، من كتر ما هم بيستخدموها يودا تشينجو كتير مع بعض أو نامجي تشينجو، ما بقوش برضو يسيبوا ما بينهم مسافة. في كلمات تانية زي مثلا جيجون بطة، من دلوقتي، بيستخدموها كتير مع بعض فما بقوش يسيبوا منها مسافة. طيب ايه تاني؟ في أفعال هدا كلها، كومبو هدا، أندون هدا، سويون هدا، تونسو هدا، المفروض كومبو الاسم معناه مذاكرة، وحدا يفعل يعني يفعل مذاكرة أو يذاكر. فالقاعدة ممكن تقولي طب ده اسم وبعديه فعل هسيب بينهم مسافة، لكن الحقيقة ان احنا مش بنسيب خالص بين افعال حدا مسافة، الا لو هنحط ر، يعني هنقول كومبو ر حدا، ساعتها هنسيب مسافة، لكن الفعل بالمنظر ده مش بنسيب مسافة. طيب قالك قاعدة أخيرة أو يعني تكاية كده صغيرة، إن في أفعال حدا لو الاسم اللي في فعل حدا اسم أجنبي، زي مثلا كلمة تايت ديت حدا اللي هو يخرج في موعد غرامي يعني أو موعد، ساعتها تسيب مسافة. يبقى دي الحالة الوحيدة اللي بسيب فيها مسافة في أفعال حدا، زي مثلا ديت حدا. خلاص انتوا كده عرفتوا كل حاجة. ونرى الصواب يوجي كادي، رب تكونوا استفدتوا. أنيان.